الحزب الجمهوري برئاسة جورج بوش هو الذي عقد الاتفاقية معنا بالانسحاب، وأوباما من الديمقراطيين هو الذي نفذ الانسحاب، ولذلك الانسحاب والاتفاق لم يكن سريا ولم يكن في لحظة غفلة، وإنما قيادة الحزب الجمهوري عقدت الاتفاق وقيادة الحزب الديمقراطي نفذت الاتفاق. طيب. ما عندنا شيء، ولكن يبدو أنه بعض الأوساط وبعض القوى السياسية الأمريكية وبالذات العسكرية منهم، كما شاهدنا في جلسات الاستماع في الكونغرس أن لجنة الدفاع كانوا متأذين من قضية خروج القوات من العراق، وكانوا يسألون لماذا لم تبقوا قوات في العراق، ليش انسحبتوا؟ وكان الجواب بأن المالكي يعيش في عمقه اهتمام في موضوع السيادة. طيب. وإذا أردنا أن نبقى لا نعرف ردة فعل المالكي على هذا البقاء، وأنا كنت صريحا معهم، قلت إذا لم تنفذوا الاتفاق فسنعلن المقاومة، لأن هذا اتفاق عقدناه معكم تنفذوه، لذلك كان الموجودون آنذاك واقعيين وسلموا بالأمر الواقع وانسحبوا، لكن البعض منهم كان مستاء، ولذلك تحرك هذا الاستياء، واعتبروا أن المالكي أو أن الحكومة العراقية قد وجهوا طعنة للوجدان والضمير والكبرياء الأمريكي بانسحابه من العراق، لأن أمريكا لم تنسحب من دولة دخلتها أبدا، فكيف انسحبت من العراق؟ إلى حد أنه في مرة أن الرئيس الكوري كنت في زيارة سألني كيف أخرجتم الأمريكان، نحن لم نتمكن من ذلك. على كل حال قلنا بأن هذه إرادة الشعب، والشعب حينما يريد يفرض إرادته حتى على حكومته.